الحدود السورية التركية، وينضم إلي من هناك أبو حسن، أبو الحسن الناشط الإعلامي، ليطلعنا على آخر التطورات في حلب. أرحب بك أبو الحسن، ما هي آخر المعلومات، آخر التطورات في حلب اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم على جميع السادة المشاهدين. طبعا كما تحدث ضيفك، ربما حدة القصف خفت قليلا، لكن أعتقد أن النظام ساعة يريد أن يقصف فإنه سيقصف. هو لا يعبأ بأي تفاهمات دولية، التفاهمات الدولية دائما تكون يعني مفصلة على مقاسه وكما يريد هو. إرادة بشار الأسد هي من إرادة كيري ومن إرادة أوباما ومن إرادة نتنياهو في النهاية. القصف خف، لكن هناك غارات عديدة اليوم على حلب وريفها. بعد منتصف الليل استهدف حي بستان القصر بالصواريخ من قبل طيران النظام الحربي، كذلك استهدف حي صلاح الدين بعد منتصف الليل. حي سيف الدولة سقط صاروخ فيل أطلقه النظام على جامع النصر في حي سيف الدولة بعد منتصف الليل. صباحا كان هناك غارات على حي الهلك أدت لإصابة ناشط ومواطن آخر ودمار في سيارة إسعاف في حي الهلك. بلدة كفرناها منذ الصباح استهدفها طيران النظام المروحي بعدد كبير من الغارات، واستهدفها الطيران الحربي أيضا بعدد من الغارات، بالإضافة لاستهدافها بقذائف المدفعية. بلدة كفر حمراء في ريف حلب الشمالي والليرمون استهدفها طيران النظام الحربي أيضا بالصواريخ، واستهدف أيضا حي جمعية الزهراء، المناطق الواقعة تحت سيطرة الثوار من حي جمعية الزهراء. مدينة عنادان استهدفها النظام بقذائف المدفعية عصر اليوم. كذلك استهدفت القوات الكردية التابعة لحزب العمال الكردستاني مدينة اعزاز بالمدفعية وبرشاشات ثقيلة عصر اليوم ايضا او مساء اليوم. البارحة كان هناك جرحى جراء استهداف هذه القوات لمدينة اعزاز. على نطاق الاشتباكات في ريف حلب الشمالي، الاشتباكات مستمرة على طول الشريط الحدودي بين الثوار وبين تنظيم الدولة. الثوار كانوا قد اعلنوا عن استعادة بعض القرى، لكن فيما بعد يبدو ان ما تزال هناك اشتباكات في هذه القرى دوديان وبعض القرى، والأمر غير محسوم في هذه المناطق. في حي جمعية الزهراء، جبهة جمعية الزهراء دارت فيها اشتباكات صباح اليوم، وتمكن الثوار من تدمير مدفع لقوات النظام في هذه الجبهة. دارت اشتباكات أيضا بعد منتصف الليل في جبهة بستان القصر بين الثوار وبين قوات النظام. انفجرت اليوم أيضا في حلب عبوة ناسفة بسيارة أحد القضاة الشرعيين في حي المعادي، ما أدى لإصابة هذا القاضي وبعض الناس. طيب أبو الحسن، هل يمكن القول باختصار، هل يمكن القول بأنه حدة الغارات وكثافتها على مدينة حلب قد خفت اليوم؟ بالنسبة للأيام الماضية نعم خفت، لكن الغارات مستمرة لم تتوقف. يعني النظام دائما يعتمد على هذا الأسلوب، هو لا يعني يقطع الغارات نهائيا، يخفف شيئا فشيئا حتى يعني يعتاد الناس على الغارات، ثم يزيد شيئا فشيئا بعد ذلك. نعم، أشكرك جزيلا أبو الحسن الناشط الإعلامي، كنت معي من الحدود السورية التركية. دكتور